طالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس النهاردة. معكم عادل بسيوني، مستمرين مع كتاب المعاصر للصف الأول الإعدادي، والبداية بيج 58، صفحة 58. نروح على طول للسؤال الأول، واللي بيقول choose the correct answer، اختر الإجابة الصحيحة. محمد رشوان is a top athlete. A top athlete يعني لاعب قوى متميز. Who won، الذي فاز، a silver medal، بميدالية فضية، in the Olympics في دورة الألعاب الأولمبية. Is a difficult sport، رياضة صعبة، but it makes me fit، ولكن تجعلني لائق بدنيا. طبعا هنا جيمناستكس يعني الجمباز. أثليتس الرياضيون، work hard to، يعملوا بجد لكي. Their school studies، دراستهم. Their friends أصدقائهم، and their families وأسرهم. طبعا هنا مطالب لاعب القوة أو أي لاعب إنه يعمل بالانس يعني توازن. The Egyptian football team، الفريق المصري. Hard to get a medal in the next Olympics. Train hard. طب وليه train hard؟ علشان أقول يتدرب جيدا. حبيبة مرزوق is a top gymnast. نبيلة and عمر like. طبعا like من الحاجات اللي بيجي بعدها، ولا الأفعال اللي بيجي بعدها verb plus ing أو noun. They always go to the sea، دايما بيروح البحر، علشان يمارسوا أي هواية. Swimming، برافو عليك. Good students، الطلاب الجيدين. Work hard، يعملون بجد. To their dreams، طبعا dreams معناها أحلام، فهقول هنا achieve his dream، يحقق أحلامه. Our science teacher made some to make the lesson easier، علشان يخلينا الدرس أسهل، عمل بعض الرسومات التوضيحية، يبقى diagrams، رسم توضيحي. Is the opposite، هي عكس كلمة strong طبعا weak، اللي معناها يا شباب ضعيف. The policeman asked me to give the of the scene، رجل الشرطة أو ضابط الشرطة قال لي اديني مواصفات، يبقى عايز description، الوصف. How long will you in Egypt؟ قال له for 3 weeks، لمدة 3 أسابيع. يبقى هيقول له قد ايه هتقعد في مصر، يبقى how long will you stay، كم سوف تقيم. A is a person who does gymnastics، الرجل اللي بيأدي او بيلعب او بيمارس الجمباز اسمه gymnast، لاعب الجمباز. Means spending a lot of time doing things، يقضي كثير من الوقت لعمل الاشياء، الرجل ده شباب busy، مشغول. The coach، المدرب. The players to train very hard to get ready for the league. Made the player train very hard. Mathematics، الرياضيات. A school subject، is a school subject. وقلنا مع انها بتنتهي بحرف الاس، ولكنها مفرد. زي ايه تاني؟ زي الجيمناستكس. Doing sports، ممارسة الرياضة. Help you to strong، طبعا to stay strong، أن تبقى قويا. من 59 إلى 62، ونروح على طول السؤال الثاني، واللي بيقول complete the following dialogue، أكمل هذا الحوار. توا is telling Lynn about her cousin Ferris. توا بتكلم مع لين عن ابن خالها أو ابن عمها فارس. Lynn فبتقولها this is a photo of my cousin، دي صورة لابن عمي. It's فارس، هتقولها هو اسمه ايه؟ What is he called؟
ماذا يسمى؟ فقالت لها اتس فارس. بعد كده تسألها عن عمره، تسأل عن العمر بهاو اولد، فهتقول لها هاو اولد از هي، وكم عمره؟ فقالت لها 14 سنة. فقالت لها وير داز هي ليف، اين يعيش؟ فهتقول لها هي ليفز ان جيزا، هو يعيش في الجيزة. واتش فودز، اي الاطعمة؟ داز هي لاف، هو يحب، يعني هو بيحب ياكل ايه؟ فقالت لها كشري. Do you like it؟ بتحبيه؟ شور، بالتأكيد كلنا بنحب الكشري. أما السؤال الثالث واللي بيقول choose the correct answer، الإجابة الصحيحة حبيبة is a great athlete. Family lives in Cairo. Her family، أسرتها athletics. A group of physical sports is، وقلنا معناها تنتهي بحرف الاس ولكنها مفرد. Busy means، يعني ايه busy؟ هقول spending a lot of time doing. Spending يعني يقضي. حبيبة is a top gymnast، لاعبة جمباز متميزة. I like math. My dream، وحلمي to be an engineer، أن أصبح مهندس. She goes to school and she hard. She studies hard. حبيبة مرزوق eats well because، لأنها is a difficult sport because gymnastics، الجمباز لعبة صعبة. Let's go to the club to for the match to train، لكي نتدرب، لأن train يا شباب برضو معناها يتدرب مش بس قطار. How often do you do sports؟ كم مرة تمارس الرياضة؟ I find it difficult to the city to move to the city. Move to ينتقل إلى أو يعزل. والسؤال الرابع، read and correct the underlined word، اقرأ وصحح ما تحته خط. What do your telephone number؟ لا، هقول what is your telephone number. She has a teen and she lives in Cairo. And she lives، يا شباب، لأن مع هي وشي وقت بضيف للفعل اس أو اي اس. Mathematics are، لا قلنا دي مفرد فبتاخد is. سليم don't، لا يا شباب سليم دي مفرد فقلنا سليم doesn't. Write a paragraph، اكتب فقرة مكونة من 80 كلمة عن the best person in your family، أفضل شخص في أسرتك، وده مجاب عنه في نهاية الكتاب. أشكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.